السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا أكلات غريبة وجديدة في نفس الوقت. عندي كفتة الفراخ بالخضار والبشاميل، يعني مش عارف سمك لبن تمر هندي، بس هنعملها. أنا ما أعرفهاش، يعني أنا ما خدتهاش في الـ في الـ في الـ في القاموس قبل كده. ما حاضر هنعملها، ما هو أنت مغصوب عليك إنك تعملها، إزاي ما أعرفش. طب خدوني في الكواليس وعلموني، طب فهموني. أبدا. بطاطس مكعبات وكوسه مكعبات وبتنجان زيهم وجزر وملح وفلفل وكمون وبهارات ودجاج، بهارات دجاج يعني، وزيت وبصل وتوم وصدور فراخ وفلفل الوان، طماطم مفرومه، صويا صوص، بقدونس مفروم وكاري، والبشاميل اللي معروفه اللي هي زبده والدقيق واللبن ومش عارف ايه وحبزنا مبزز عبد العزيز. طيب نخليها في المقالي بقى دلوقتي لغايه ما نشوف الدنيا هتوصل معانا ايه. يا صابت يا خابت يا اتنين قرور. هنعمل مكعبات الفيجيتابلز، بس لازم نقليها يعني عشان ايه ما نعكش. لازم مكعبات صغيرة عشان نعملها ايه بطريقة حلوة وجميلة. انا بشتغل صامت عشان ما اعورش نفسي. لو عايز تلاقيني تتكلم معايا في اي حاجه ماشي. شوف بقى قصه امنا الغوله لما كلت عيالها. ما بسترش انا، عارف. انت حر بقى والله يعني. طب قول لي مره، طب جربني المره دي كده مش هتكلم. ماله الامور؟ ده مش موجود، ده مش موجود النهارده. عرفت عرفت عرفت. خلينا ان الله حليم ستار، ان الله حليم ستار. كده قطعنا البطاطس زيها الكوسه، زي الكوسه. كده هو البرد مش عايز يخلص يا عم الحاج حسن. ازيك؟ انا لا شيف. عم حسن السلام عليكم. ازيك عم حسن؟ قوم قوم يا عم حسن. الله يكرمك. امورني. ربنا يعزك. كنت عايز اعرف احسن طريقه للعكاوي يا شيف بعد اذنك. هو الطاجن يا عمي. نعم هو الطاجن. الطاجن. الله يكرمك. هو الطاجن. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، اللي احلى من العكاوي البصل. يعني انا لما اجيب كيلو بصل، كيلو عكاوة على كيلو بصل متعة، بس اعمله صح. حل على النار فيها زبدة او سمنة او زيت، وقطع البصل تقطيع زي دي كده مكعبات الكيلو، يا اخي كيلو نص ما تفرقش، وحطه على النار وخليه يبقى لونه مستكاوي. بعد كده حط ايه العكاوي عليه، على ما تستوي العكاوي كل البصل ده بقى داب، تيجي تاكل اللقمه دخلها من الفرن وبعد ما تطلعها من الطاجن تاكل كده تلاقي كله دايب مع بعضه، تلاقيها عامله زي ليها طعم حلو وجميل، وهي احلى احلى طريقه. بس بقى انت ما بتحبشها، شويه كرات ابيض، شويه كرفس، شويه جزر، كرات ابيض طبعا، كرفس، يعني الحاجات دي كلها، فلفل حار، الحاجات دي كلها بتطعم الاكله الشرقي بالذات. جربها هتعجبك قوي يا عم حسن. طيب كده انا بقطع الخضار بتاعي عشان ايه
نفتح اللابح عليه اللابح. برد جاي السنة دي مش عايز يمشي، قافش لك تقول له امشي يقول لك امشي انت، وهو طبعا هينعكس على الصيف. طب البرد بتقدر عليه يعني ان شاء الله هتلاقيها مولعة. ولع يا ولع، هتلاقي الدنيا الحر بقى ايه كابس كبسة بنت لذينة. نعم لا 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 معلش، معانا مين؟ الو ست جنة. طيب حاول تكلمني تاني يا فندم كده. ابدأ وانا سايب الزيت يسخن يا عمي محمود. عم محمود. الو. ايوه عم محمود. ازاي الاخبار؟ ازيك عم محمود؟ الحمد لله. ازاي اعمل طريقة حمص الشاي؟ انت عامل ايه يا جميل؟ الحمد لله. امورني يا عريس. طريقة حمص الشاي. عايز حمص الشام؟ حلبسها. حاضر. هو الجو ده بتاع حمص الشام. هو الجو ده بتاع حمص الشام. بس ننقعه في الميه، هنجيب كيلو حمص ده ننقعه في الميه براحتنا خالص عليه لغايه ما يتنفخ ويبقى ايه حلو كده كريسبي، تاكله كده ني تلاقيه طري. بعد كده نحطه على النار يتسلق مع بصلايه كبيره، طماطمايه كبيره في النص الطريق كده، اديله شويه ملح ليمون صغيرين عشان يبدي معاك. طيب نزلها له على الشاشه والنبي. اهم حاجه حبه ملح ليمون عشان ايه ما يسودش منك ويبقى متماسك وبيض. سيبه بقى كله، وبعد كده اديله في الاخر الكمون شويه شطه. ما تحطش كمون في الاول عشان ما تمررش منك، الكمون خليه في الاخر. ايوه ودلدل رجليك في البحر. ايوه اهم حاجه انت راعي المالوتيه بقى. نعم عايز ايه؟ كلش من بره، كلش من بره، يلا هم هيغزوك. واسأل عليا مرة كده بس واخلص انا من ايه؟ من التقطيع دي. المفروض المساعد بتاعي كان يعملها لي، بس هو يقول لي ما انت هتطلع الهوا تعمل ايه؟ يعني قادر وفاجر. ست سعاد. ايوه ست سعاد. ايوه ست. صباح الخير يا ست سعاد. صباح الخير، ازي حضرتك؟ صباحك كله قشطه وهنا، ربنا ينجيك. اموريني يا امي. انا بحب اسمعك وانت عارفان بتقول الصلاه على النبي. حبيبي يا رسول الله، صل على النبي في كل وقت وكل مكان. الله اكبر. انا طالبه منك طلب، الي نجيك، الي نجيك. خدامك يا امي، خدامك يا امي. انا كانت واحده بتيجي تخدمني من الجامع وعايزه غساله، ما بتجيليش دلوقتي لدرجة ان انا عندي غسيل مش قادر اغسله والله. طيب سيبي رقمك ولادي يا ست. الف سلامة. قبل كده طلبت من حضرتك كرسي ما رديتش عليا والله. الكرسي اجيبه لك بكره لو عايز، انا مش ما رديتش عليك، انت ما حدش ياخده. الكرسي يا جماعه انا بنزل بنفسي اجيب الكراسي وبتبقى موجوده عندي هنا في عربيتي او في الاستوديو، اللي عايز كرسي يجي لي بكره الصبح هيلاقيه. الا الكرسي يا جماعه، ده الكرسي ده حاجه يعني زي رغيف العيش، ما اقدرش اتاخر عليه. لو اخر جنيه في جيبي هنزل اجيبه. الكرسي لازم تيجي تاخديه بكره. الناس كتيره طالبه كراسي مني وبجيبها بتقعد عند البابا بالشهر والشهر ما حدش بياخدها. الكرسي بكره تعالى هتاخديه يا حاج. على عيني. على عيني. عايز فاصل مش كده؟ طيب يا اخويا. هنفصل لك، هاخد فاصل جاي لكم تاني واضغط المحطه واضرب اي حته. يلا بعد الفاصل وعايزين نلوك لكاية مع بعض كده. هنا حبة توم وبصل هنا، وادي شوية
كزبرة خضراء اهي هنا، الفيجيتابل ده ادي شوية بسلة ودزر، ادي بهارات فراخ، شوية كاري مش كلهم، شوية كمون، ادي حبة ملح وحبة فلفل، وادي قرن فلفل حراق عشان المخرج بيقول لي انا اموت في الشطة. اهو يا باشا، ولا اقدر احوش عنك حاجة. زي ما اتفقنا احنا هنعمل حاجة جديدة ويا رب تعجب حضراتكم. دول كده هم، ونجيب الملف بتاعنا ده كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله على الريحة. وادي الفراخ بتاعتي، دي الفراخ بتاعتي اهو كده اهو. قوم بقى ايه بقى الطرية، ننزل الحروف الاول دي كده، وكده بقى الطرية ماشي. ادي شوية من البقسماط، مش كتير عشان تعمل لها ربط، بس تعمل لها ايه ربط. يلا صلى على رسول الله. المخرج دماغه وجعته وقال لي بطل عشان عايز انام شوية. حاضر يا عم. ما كلهم يا عيني تلاقيهم سهرين بره شغالين وطالع عينيهم ويجوا هنا عشان يناموا. مفتوحه اقامه هي. بس يا عم خلاص يا عم، حاضر فتحناها لكم اقامه. دايما يا جماعه لما الحد بيعمل لقمة وحس انها حلوة بيبقى من شاكح كده ومبسوط. ما هي لسه ما نعرفش كانت حلوة ولا مش حلوة، ما تتلككش. حاضر. قوم بقى ايه نشيل دي منين عشان اتوسخت. ست جنة، ست جنة. الو، السلام عليكم يا ست جنة. ازيك يا شيخ؟ صباح الخير عليك يا ست الكل. الحمد لله. امور يا قمر. لا انا بحبك والله العظيم، بحب اتفرج على اكلك جدا. صباح الهنا على عونك يا بنتي، والله بجد بحبك والله. صباح الهنا عليك يا بنتي. اموري مطبخ مع ماما برافو عليك. انت عندك كام سنه يا جنه؟ 15. بتعرفي تطبخي؟ بعرف. حلو حلو حلو، بتقلديني في الشغل كده؟ والله بعرف. حلو حلو زي العسل. اكتر حد اقسم بالله بتفرج عليه هو انت حبيبتي كده. العريس بتاعك ان شاء الله هيبقى فرحان بيكي ومبسوط بيكي. شكرا والله بجد، اقسم بالله بحبك بجد حبيبتي. ربنا ربنا يباركك يا بنتي. الله يكبر بخاطرك، الله يكبر بخاطرك يا رب، الله يكبر بخاطرك يا ست العرايس. تحلفي من غير ما تحلفي يا بنتي، والله انت عروسه زي العسل، وبتعرفي تطبخي زينا وبتتعلم من شغلنا ده يعني احنا مش عارف نودي جمالك فين. طيب كده هنا اصبع بقى الكفته بتاعتي.
حبيبي وحشني وبتوحشني. نجيب شوية زيت هنا، شوية شاي الأول. يا ست نجلاء، ست نجلاء ازيك يا شيف؟ صباح الهنا يا ست نجلاء. صباح الخير، ازي حضرتك؟ في نعمة يا بنتي، اموريني يا فندم. كنت عايز اعرف ايه ايه ريحة السمنة البلدي اللي بنجيبها من العطار اللي بنحطها على المخبوزات؟ دي اسمها اسانس، مش ريحة الكعك، لكن هي في عنده حاجة اسمها اسانس بريحة السمنة. عنده جميع انواع، يعني دايما الفليفر ده او الحاجات اللي هي عند العطار بتبقى موجودة عنده، حاجات زي الفانيليا، زي الفراولة، زي التفاح، زي السمنة، كل الحاجات دي بتبقى موجودة عند العطار. كل اللي هتطلبينه تقول له عايز الفليفر بتاع كذا او التست بتاع كذا، هيكون عنده ان شاء الله. فين اشكرك يا بنتي كده. نعم يا فندم، احنا بنقول عندنا الشرز والبروفر والبيجامة والجاتو، احنا حرين في لغتنا. ماشي ماشي ماشي، انت حر. طب ليه انت عندكم بغمسوا العيش البلدي بالعيش الفينو؟ ما تفتحنيش وسيبني مقفول. ايوه، ما حد بيعمل سندوتشات ملوخية يا راجل بقاش شمسي. يجيب الرغيف الشمسي كده يفتحه، وبعدين تحط جواه طبق الملوخية يروح شافته يشفط على طول. اذكر الله وصلى على النبي. طيب احط بقى البتنجان بتاعي بالمرة ينجلي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي حبيبي سيدنا محمد. ست رشا، الو، صباح الخير يا رشا. صباح الخير، ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ منور الشاشه. في نعمه الله يخليك يا رشا، انت عامله ايه؟ منور الشاشه يا شيف. صباح الفل يا ست العرايس، امور يا فندم. صباح الفل. حضرتك بقول لك على المكرونه بشاميل، انا باجي اعملها باجي اطلعها ما تطلع من الفرن بتتفرور مني. معلش من تاني، قولي لي ايه بتعملها؟ مكرونه بشاميل. مالها بقى؟ لما اجي اطلعها من الفرن بتتفرور مني، مش بتكون ماسكه بعديها. ما تطلعها من الفرن بتعمل ايه؟ بتفرغ؟ ايوه يا شيخ بتفرغ. صل على النبي. أسف. انا مش عارف ايه اللي بيحصل معاكي، بس اعرف اللي بيحصل معايا ايه. هنعمل دلوقتي قدام حضرتك صوص البشاميل وهوريهولك، زائد المكرونه بالبشاميل. هي بقى يا زلابيه. عامل لك سندوتش؟ المكرونه بالبشاميل يا جماعه، بسلق المكرونه بتاعتي نص سوا على راي الاوروبيين، يقول لك عليها الادند، نص سوا. وبعد ما اسلقها نص سوا ارجع بقى ايه اعصج لها نص كيلو لحمه تعصيجه حلوه. مش عايز تحط لحمه حط لها عصير تعصيجه طماطم زي بتاعت البيتزا كده، لو مش هغوزها بس لازم تحط حبه لحمه. المهم بعد كده يا ست الكل بحط الاثنين مع بعضيهم. اما هو بقى كل القصه اللي بتدور وراها ست الكل اللي بتكلمنا عليه دلوقتي، هو موضوع البشاميل. البشاميل اللي حضرتك هنعمله دلوقتي قدام حضرتك برضو تشوفيه، ثلاث معالق سمنه او زبده، وعليهم كوبايه دقيق. يعني هنحط زبده قد دقيق، ثلاث معالق زبده، ثلاث معالق دقيق، وعندي نص لتر لبن وربع كوبايه لبن بودرة، سوري ربع كوباية كريمة لباني، ومكعب مرق. يبقى عندنا سمنة أو زبدة، دقيق، الدهم،
مكعب مرق ونص لتر لبن وربع كوبايه كريمه لباني. دولت هتحطيهم مع بعض هتبقى معاكي زي الفل. طبعا لو لقيتيها سايسه معاكي او طريه بنسيبها على النار بتتقل، لو لقيتيها تقيله هتديها شويه لبن هتفك معاكي كده. الراجل تعب عايز ياخد فاصل، اعصابه تعبت مني. واللي انا هعمله ايه دلوقتي؟ هنطلع بقى الكفته دي اهي وناخد فاصل ونرجع لكم تاني، ولا نغير المحطه ولا هروح في اي حته. بس ست الكل بعد الفاصل ما رجعنا تركزي معايا واحنا بنعمل البشاميل دي مهمه عندي يا ست الكل. ورقه وقلم اكتبي معايا. هنعمل البشاميل اللي انت بتقولي مستقصداني. عندي زبده اهي قدها دقيق، زبده قد الدقيق، وادي مكعب مرق. نركز مع بعض شويه. الكفته دي طلعت اهي وحمرنا الخضار، هنقص شويه من الزيت ده نحطه تاني على النار ومعاه البصل المفروم. كده عندي البشاميل شغال. عايز ازود زبده ازود عليها دقيق، قلت لحضرتك الزبده قد الدقيق. وركز مع بعض حته حته الزبده والدقيق يا جماعه. بس كفايه. حبيبي يا رسول الله، بصلايه على النار اهي، وادي البشاميل على النار. كله هيسيح مع بعضه. طيب نشيل بقى الفاضي وناخد شفطة شاي. عندي أكلة تانية حلوة سبرينج رولز بالباف باستري، أو عجينة ال هنعمل السجق بالباف باستري، حاجة حلوة وجميلة بعينك بعينك. انت عملت حاجه معايا عشان تاكلي؟ انت عملت باكلك اصلا؟ مش يا بنتي لكرين الجميل، حبه زيت عشان تلمع معايا ممكن. البتنجان بتاعي اتقال اهو، اللهم صل على النبي. والله انا بموت في البتنجان ده تحت اي بند من البنود. تعمل بتنجان بوت امبارح لسه اللي قاعده جنبك قاعد تعيب عليه، تقول لي كان شكله عاطفي ولا سياحي. يا عم خلاص يا عم خليه مرتاح الراجل، هتتعبوا ليه؟ طيب كده هنا بقى اتفقنا مع بعض ان خدت مكعب مرق، وخش بقى على لازم تنمل عندي التنميله دي يا ست الكل، لازم تنمل عندي التنميلة دي اهو. ايوه الفايبريشن بتاعك اللي انت عامله ده. بعد كده ادي الملك، انا ده ملك ايديك اهو. انزلي بسرعه باللبن عشان ما تخرصش منك، واوعي تحط اللبن سخن، حطيه بارد، لو سخن هتخرز منك وتكلكع، لكن بارد كده تبقى انسيابيه وحلوه وسهله جدا. ليكويد
اهو. قوم بقى ايه، عندي كمان كريمه لباني. حاضر، ده انت عايزه يا سعاده الباشا. بص بقى يا سيدي هعمل ايه، قول لي انت بقى. عايزها تصفر شويه، ادي شويه، لا خليها شويه، بلاش نحط الصوص دلوقتي. نشيل بقى دول من هنا. البشاميل شغاله. حلوه صلاه النبي، بطمن على مستقبلي بس. ده مكعب مرق. بهارات. وادي الطماطس بتاعتي. مش عايز احمر البصلايه في الطماطم كتير عشان ما تحرقش قلبنا، وقلبنا مش ناقص حرقه. يا منى ازاي حضرتك يا شيخ؟ صباح الفل عليك يا ست منى. صباح النور. صباح النور على النور. أنا كنت عايزة بس أعرف طريقة عمل الفراخ المشوية. عيني يا نور، عيني عيني يا نور، عيني عيني يا حبيبتي. حاضر. غالي والطلب رخيص يا ست العرايس. كده هنا أهو. صلي على الحبيب. آدي بودرة الكاري. بس أخلص واحدة واحدة. لكن هنخش فيه دلوقتي. حاضر، قبل ما تاخد الفصل بتاعك كنا مفصله لك. صل على النبي. عندي رول السجق بالعجينه، بعجينه الباب باستري، ممكن نعمله بعجينه جلاش، ممكن نعمله بعجينه البيتزا. يعني انا مش عايز تعقدي نفسك وتبقى حاطه ايدك على خدك ومش لاقي تعملي حاجه او محتاره ولا كده. هنا حبة الصويا صوص اهم. يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله. ادي شوية كريمة لباني اهو. دي انا بعملها خفيفة شوية يا ست الكل، مش تقيلة زي اللي انت هتعمليها كده اهو. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ادي الكفتة بتاعتي. طيب شوف بقى هنعمل ايه. اول حاجه الصلاه على الحبيب اللي قصده عمره ما يخيب. يا صلاه النبي يا حبيبي يا حبيبي يا سيدنا محمد. نيجي هنا ناخد كبشه من الصوص بتاعي الابيض. ست عائشه، ست عائشه يا ست عائشه. كده هعمل ايه يا سيد محمد؟ هصلي على النبي. ادي حبه للفيجيتابل بتاعي اهو. وادي حبة الايج بلان. نخلي بقى دول كده اهو اهو. حبة ملح، حبة فلفل اهو اهو. بعد كده يا سيدي اهو. الله يا بلادنا الله.
عايز حضرتك تاكلي وتستمتعي. طب يا عم حقك عليا. طب طب اصب دي اهو. هستأذنكم بقى، حطوا دول كده. المخرج بيقول لي ساب لي حبه ناشفين. هاخد فاصل وارجع لكم تاني، ولا نغير المحطه ولا اروح في اي حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وحطينا الصينيه بتاعتنا او السيرفيس او الباركس في الفرن، والمخرج قال لي ورهولي عشان انا مش بامنك. طب ليه يا عمي؟ قال لي لا اشوف. حاضر اهو يا فندم. هو ده يا سيدي. نصلي على النبي بقى. عندي بقى السجوق الشرقي ده، هنعمل شويه سجق شرقي حلوين زي الكتاب ما قال. الكتاب قال ايه؟ الله الوكيل ما انا فاكر. مكعب مرق، وانا شغال ممكن اعمل السلطه جنب منه. بس هنا بقى ايه، نجهز نفسينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. ادي العجينة بتاعتي، اهو طيب. ادي عايز البصلة دي تصفر، معاها فص ثوم، يا ست عفاف. ازيك يا شيف، عامل ايه؟ السلام عليكم يا ست عفاف. الله يخليك. كنت عايز اسال على طريقه البرام الحمام والمكرونه البشاميل. خدام سعادتك يا فندم. البشاميل اللي احنا حطيناها في الفرن دلوقتي هنشوفها دلوقتي مع بعض، وهقول لك على طاجن الحمام. اشكرك يا ست الكل. كده ادي التوم بتاعي اتفرم اهو. بهارات، كزبره ناشفه، جوز الطيب وتوابل، هي دي نفس دي، شويه بابريكا، شويه فلفل جوليان، ملح، فلفل زي ما انتم شايفين كده حضراتكم اهو. ونصلي على النبي طبعا. الريحة طالعة والله الوكيل هايلة. شوية زيت صغيرين، قال له أنا قلبي معاك ثانية بثانية. كده ده الصدق بتاعي. واحد اثنين ثلاثة أربعة دي خمسة ستة سبعة ثمانية لا عشرة. ماشي هنيجي بقى هنا نشيل بقى كل حاجة من هنا، بس نخلي البضاعة دي كده
نشيل ده من ده يرتاح ده عنده. نعمل دول سيليكشن توجذر. ادي رش. يلا بقى نشتغل، يلا نشتغل، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو نوسع لنفسينا فرده بسيطه كده. اهو عندي حته جبنه وسجقايه اهي. حاضر هفرد لك في ايدي. حاضر عندي الصينيه اهي، هرص فيها كده اهو. جبنه ونلف كده. اس فاصل. حاضر اخر علبة. حاضر هناخد فاصل ونرجع لكم تاني، ولا هنغير المحطة ولا نروح في اي حتة. رجعنا كده اخر ونايا اهي، ونبدأ ندخلهم الفرن بنزفرها. ونديها حبة البركة او كمون او سمسم. واخدة جبنة موزاريلا من جوه، واخده حاجات حلوه جميله، واكله على بالليل قدام التلفزيون اقعد اكل فيها. عيالي في المدرسه ممكن هم ماشيين الصبح اديهم في اللانش بوكس بتاعهم كده اهو. عندي حبه سلطه خرشوف الاسيستنت بتاع رومون يبقى معايا على النار، مش مع النار. طلعنا الصينيه من الفرن زي ما انتم شايفينها حضراتكم كده، وعندي سلطه سريعه جدا بتاخد بالظبط 4 دقايق مني شغل. 4 دقايق مني شغل، انا بس بفهم واحد صاحبنا كده عشان ما تنرفزش عليا. طب معلش النقصه دي خلاص نخليها 3 دقايق بس، انا ما اعرفش امسك السكينه اكتر من كده عور نفسي يعني. سلطة الخرشوف هجيبها على الشاشة وانا بشتغل كده. سلطة الخرشوف اهي، انا قايل كيس خرشوف مش كيسين. هم بيستقفوا القلب عليا بتوع الاعداد ولا بتوع الانتاج ولا ايه بالظبط؟ يا سلام. لا ما انا فاهم، هو فاهم قوي من زمان مش من دلوقتي. ايوه ما انا بقول كده برضه، عشان كده انا برجع ازاي دي يا اختي.
كده ادي الخرشوف بتاعي اهو. عندي زيتون، بصل، فلفل، وفلفل تاني، وفلفل تالت اللي هي فتت فلافل. قلت له اه. بعد كده هنحط بقى ايه الجمال ده كله والهوا ده مع الولا ده. حبة هنا توم اهو، مع شوية ليمون، شوية خل. ست جنى شوية خل. ايوه يا جنى. ازيك يا سيف؟ توابل. ازيك يا قمر؟ الحمد لله. اموريني يا ست العرايس. اموري يا قلبي. نقفل كده النار. سامعك يا بابا. قبل ملح، ما كترش الملح كتير عشان خاطر حدايا زيتون. اللهم صل على النبي. زيت زيتون بقى كمان اهو، معلقه مسترده اهي، معلقه كاتشب اهي، ونضرب بقى كل سيليكشن توجذر. فين البتاع ده اهو؟ يبقى كده السلطه بتاعتي اهو. شفت يا باشا الصوص ده؟ يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ألم بقى الليلة دي كلها عشان أغرف، لأن المخرج شكله حي يضربني بحاجة في وشي. بس الصوص طعمه هائل. أهو أهو. شباكنا ستاير حرير بالأمارة، ما عندناش شبابيك. يلا دمشي من هنا. حبيبي يا سيدنا محمد. يا بتاع النعناع يا منعنع. كده ابص على الفرن الاول. الله 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 الله. يطلع فوق شوي. اهو. حلوة صلاة النبي. يلا بقى نغرف. نقلب. يا عم حاضر اهو. بالعكس. لا لا جميل جدا 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 جدا. حاضر يا باشا. حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي. هنطلع بالفرن بقى عشان نقول لمخرجنا. كده. دي السلطة الجميلة بتاعتي.
اهي وادي الطبق بتاعي ده وادي اللي في الفرن يا باشا. اروق بس الدنيا واطلع لك اللي ايه في الفرن. خلاص نشيل ده من هنا اهو. وادي الصحن بتاعي خلاص يا سيدي. حاضر اهو. حبيبي يا سيدنا محمد اتفرج على الحلاوة حلاوة. عايز اشكر مخرجنا الجميل ابني وحبيبي محمد فهمي واشكر كل الكاست اللي معانا وقول اشوفكم ان شاء الله بكره على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.